نروح لموضوع تاني الحقيقة، وموضوع كده الواحد بصراحة وأنا شخصيا أقف قدامه يعني إيه وأرفع القبعة. معظم الناس كلنا يعني تقريبا بنقف في السوبر ماركت نبتدي نحسب، ونقف قدام الكاشير نبقى عمالين نحسب أرقام صغيرة، لكن الحسبة فيها بتبقى بالنسبة لنا حسبة برمة. في ناس تانية تلاقيها لأ، هي بتحسب الأرقام كده ومن وهي صغيرة، بتلاقيها دايما هي سريعة في حسابات الأرقام، ومش يعني عندها القدرة على إنها تتعامل بسهولة وببساطة مع الأرقام. النهاردة احنا معانا شاب مصري اسمه عبد الهادي محمود، قدر إن هو يحصد المركز الخامس على مستوى العالم في المسابقة اللي اتعملت للنابغين في الحساب الذهني. والحقيقة إن هو يعني أكيد اتربى من وهو صغير على المسائل الحسابية المعقدة، واعتقد نتيجته كانت فيها بتفرق عشان يعرف ياخد الشهادات اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه دي. دلوقتي هو معانا عبر زوم. عبد الهادي محمود، الف مبروك، واحكي لي بقى احنا ازاي وصلنا لحد المركز الخامس. البدايه كانت عامله ازاي، وانت امتى ابتديت تحس ان انت بتحب الارقام وبتعرف تتعامل معاها؟ مين في البيت كان بيمرنك على الموضوع ده؟ مين اكتشف يعني؟ في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، و الله يبارك في حضرتك. وأنا بدأت رياضة الحساب الذهني من وأنا كان عندي 5 سنين، وبابا وماما هما اللي اكتشفوا فيها الموهبة دي. أنا كنت بحب الأرقام من وأنا صغير، فسمعوا عن شيء اسمه الحساب الذهني، ما كانش منتشر زي ما كان منتشر حاليا، وودونا على الأكاديمية إيجي سروبان، أكاديمية مختصة في الحساب الذهني، والحمد لله قعدت فيها 10 سنين لغاية ما اكتسبت جميع مستويات الحساب الذهني، وخدت مسابقة، وكنت داخل مسابقات تانية غير دي، يعني بطولات دولية ومحلية وجمهورية، والحمد لله كنت أخدت فيهم مراكز أولى. لو هل سمعني كده؟ انا سامعاك، انا يعني سامعاك وبسمع القصه ومستنيه اعرف انت عشقك للارقام ده جه منين، وعايز اعرف هم لقوا فيك ايه من وانت صغير، عشان الاولياء الامور اللي بيتفرجوا علينا يعرفوا يعني ايه ممكن ابنهم يكون متفوق في الارقام. ايه الحاجات اللي حصلت معاك انت عرفت نفسك ان انت لا انا مختلف في موضوع الارقام ده، انا مش حد عادي، انا ممكن اتفوق؟ وبعدين ما شاء الله هم اهتموا وادوك اكاديميه متخصصه، فعشان كده انت قدرت تكون فارق بالشكل ده وتلتحق بمسابقات عالمية. الحمد لله. طبعا هم اكتشفوا طبعا ان انا كنت من وانا كان عندي 4 سنين كنت بحب اجمع الارقام، يعني كنت بحب اكتب الارقام عموما، يعني كنت يعني كان الارقام دي بالنسبه لي كان اكتر حاجه كنت بحبها في حياتي، يعني الحساب مادة الماس يعني. و من هنا بقى ابتدت القصه. يعني 4 سنين مثلا كنت بتقسم وتضرب وكده، ولا كنت بتعمل ايه في لا اربع كنت سنين بجمع، دول؟ يعني كنت بجمع اللي هو على ايدي، بس دلوقتي حاليا دلوقتي بقت حاجه تانية حاليا، لا ما انت دلوقتي واخد خامس عالم، فاكيد بتعمل معادلات بقيت حسابية صعبة جدا يعني. طب طبعا. احكي لي عن المنافسة، دخلت المنافسة ازاي؟ هو طبعا مديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا سليمان هي ادت لي المنحة دي، لأن كنت عامل مستويات رائعة في بطولات قبل دي، الحمد لله دخلتها مجانا المسابقة دي. وكان المسابقة دي بتتكون من 4 مواسم، ما بين كل موسم وموسم 3 شهور، وكل موسم بيبقى ليه عدد نسبة، بيبقى ليه نسبة مئوية من النقط، يعني أول موسم بيبقى ليه 20% من النقط، تاني موسم 20%، تالت موسم 20%، رابع موسم 40%، رابع موسم ده اللي هو آخر موسم بيجمعوا التوتال كله ويشتغل المصنف بقى الأول والتاني والتوب 10 وكده. والحمد لله الحمد لله بقيت من التوب 10 والمركز الخامس على مستوى العالم، وأول مصري وأول عربي ياخد المركز ده، ويعتبر المرحلة اللي أنا فيها حاليا من أقوى المراحل الموجودة في البطولة دي، والحمد لله. وضعك ايه بقى في المدرسة وانت ناوي على ايه؟ يعني عايز تتعلم ايه؟ خط التعليم اللي انت عايز تستمر فيه؟ يعني كلية ايه اللي في دماغك؟ احلامك ايه يا عبد الهادي؟ والله أنا أحلامي نفسي أبقى عالم فضاء، لأن أنا بحب الفضاء والكواكب والمجرات والنجوم، وأمنيتي إني أقابل سيادة الرئيس، رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ويبقى فيه دعم لينا كناس رياض ناس في الحساب الزيني وكده، يبقى لينا حاجة معاملة خاصة كده، يبقى بالتأكيد لينا منح. نداءك وصل وطلبك وصل، وسيادة الرئيس بيهتم بكل النوابغ المصرية ودايما بيوصي عليهم وبيوصي كل الناس بيهم في كل المحافل اللي بيكون موجود فيها، وبيتكلم سيادته عن كل النوابغ المصرية اللي لازم نهتم بيهم من صغرهم. احنا بنبارك لك وبنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك كل التوفيق طالب عبد الهادي محمود، شكرا جزيلا على وجودك معانا. ويعني كل أولياء الأمور اللي عندهم نوابغ من وهم صغيرين لو تم الاهتمام بيهم بالتأكيد هيفرقوا. ان انت اصلا تاخد بالك وتبقى مركز مع ولادك هم شطار في ايه وتقدر تهتم بده وتقدر تشتغل عليهم من وهم صغيرين، مش بس في المواد التعليمية وفي المدرسة، لا على مواهبهم وعلى الحاجات اللي هم متميزين فيها، حتى وان كان ده في حاجات حسابية زي ما شفنا، لكن بالتأكيد الاهتمام ده من وهم صغيرين بيفرق وبيطلع عندنا نماذج كتير نتشرف بيها زي عبد الهادي.